أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من صفات المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وعدوا أخلفوا، فهل المراد أن الوعد بنية إخلافه أو مجرد إخلاف الوعد لظرف أو غيره يعتبر من صفات المنافقين؟ نعم، المؤمن إذا وعد وفى بوعده، هذا من صفات المؤمنين، الوفاء بالوعد. والعكس وهو إخلاف الوعد، هذا من صفات المنافقين. نعم.